ما الذي يشعر به مندوب النظام السوري بشار الجعفري عندما تحضر أمامه قناة العربية؟ فورين ميديا قناة العربية فورين ميديا. والله بنصيحتي لك اتركها وروح لإلك شي ميديا مثل العالم والناس. إذا منيحة لك ما بدي جاوبك. هذه المرة أعلن صده وكرهه، فما الذي استفزه تجاه قناة تنقل الأخبار؟ هذا حاله منذ بدء الثورة السورية، وإذا أنكر وجودها اليوم فهو متابع كثب لما تبثه. قبل يومين كنت أشاهد قناة العربية السعودية، وكانت هذه القناة تستضيف إرهابياً يترأس إحدى مجموعات الإسلاميين في حلب التي هي فصيل من القاعدة، كانت تستضيف هذا الإرهابي من اسطنبول. مشاعر كراهية يكنها بشار الجعفري لقناة العربية منذ بدء الثورة السورية بدت واضحة من متابعته لأخبارها بحذافيرها وروايته لتفاصيلها بالكلمة والحرف والنفس في كل مناسبة ومحفل. هذا الإرهابي كان جالس في اسطنبول وتستضيفه قناة العربية السعودية ويشاهده الملايين من الناس. يعترف بشعبية العربية لكنه غاضب من كشفها حقيقة ممارسات النظام وقتل الشعب، فاعتبر العربية أداة للتحريض على العنف ومنبرا للإرهابيين كما يروق أن يسميهم. لكن الشيء المهم في الموضوع هو أن قناة العربية التي تعتبر غرفة عمليات عمليا لتوجيه هذا العمل الإرهابي قد نشرت الخبر قبل حدوثه. من داخل محفل دولي وهو مجلس الأمن، تجاهل الجعفري معركة نظامه مع المتمردين عليه وتذكر معركته الشخصية على ما يبدو مع العربية. سمح السيد، العربية.